صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم، معاكم محمد مصطفى محافظ البحيره. احنا الان متواجدين في مركز ومدينه البحيره في مصر طبعا الاحتفالات فهون المحموديه الكره والله ثروه حضراتكم شايفين معانا احتفالات كبيره جدا في محافظه البحيره وجميع محافظات مصر. زي ما حضراتكم شايفين العدد طبعا يعني في حاله من يعني السيطره من طبعا على الوضع، وايضا يعني موجود عباس الله يعني يحصل اي حدث يعني طبعا بنحاول نجيب لكم المشهد كامل. احتفالات كبيره جدا هنا في محافظه
ماشي العميون. Thank you.